السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنىكم تكونوا مزيان على خير وبخير وبصحة جيدة. بالنسبة لهذا الفيديو غنقدم لكم لو كيك ديزاين بطريقة جد سهلة وبسيطة اللي كيتكون من طبقتين بطريقة تغليف ديال الغناش وكذلك بطريقة تغليف هذا الكيك كذلك بالعجينة السكر الرخامية اللي كتكون من ثلاثة ألوان. بالنسبة هنايا لو دريساج غنخليه لكم سامبل وبطريقة جد سهلة وبسيطة وواضحة. يلا نشوفوا الفيديو وشنو غنحتاجو. اول حاجة غنحتاج لو مولي كيك اللي كتكون من 6 ديال البيضات، ديجا خدمته معكم، غير هو النيت اللي قسمته على جوج ديال لي مول وطيبته لمدة ديال ساعة ونص وخليته 24 ساعة. من بعد ما خليته 24 ساعة في الثلاجة غنحيدو وغادي نحيد له اول حاجة القشرة الفوقانية ديالته. بحال هكا باش يبقى ليا متساوي السطح ديالو وكذلك بالنسبة للمولي كيك الاكبر. غندوز دابا نقطع المولي كيك ديالي بهذه الطريقة. اول حاجة كنوضع واحد لطخاص اللي كتسمح ليا وكتساعدني انني نقطع هذا المولي كيك بالتساوي وبطريقة جد سهلة وبسيطة. دائما في الطريقة ديال التقطاع كنوضعوا ايدينا من الفوق ثم كنبقاو ندورو لو مولي كيك وحنا كنقطعو مع الجوانب، عاد كندوزو السكين ديالنا في الوسط من الجوانب جوانب ثم اخر حاجة كندخل السكين حتى الوسط. بنفس الطريقة غنقطع لو مولي كيك الاكبر وندوزو لاكريم. بالنسبة لكريم استعملت 500 ملي ديال القشدة الطرية، 3 ديال العلب ديال الجبن فراولة، 2 معالق نصف لي حليب مركز محلى ونكهات فراولة. غنوضع لكريم في واحد الإناء، غادي نضيف ليها من ملعقة إلى ملعقتان ديال حليب مركز محلى لحسب الذوق ديال الحلاوة، وغادي نطلعها بالباتور حتى نحصل على كريم شونسي اللي كتكون عاقدة. من بعد ما عقدت معايا غادي نضيف العلب ديال الجبن فراوله. هنا انا استعمل دانينو، اللي ما متوفرش عنده يستعمل فقط علبه ديال الجبن فيلا ديفيا او لا جبلي او لا اي نوع ديال جبن ميسكربون، وممكن في الاخر يضيف اي نكهه ابغى، نكهه فراوله او لا اي نكهه. انا هنا استعملت 2 معالق ما عامرينش صغارين ديال نكهه الفراوله. غنرجع نميكسي كلشي حتى نحصل على واحد لاكريم اللي كتكون متماسكه ومتناجمه. غادي نوضعها في لابوشا دوي ونحتفظ بها في الثلاجه. الغناش غنحتاج 600 غرام ديال الشوكولاته البيضاء و200 ملي قشده طريه سائله. الكميه ديال الشوكولاته كتكون 3 اضعاف كميه لاكريم. كنوضع لاكريم في واحد الكاسرول ونوضعها على النار حتى كتغلي تماما غير على نار مهيله، ثم كنضيف ليها الشوكولاته البيضاء. من الاحسن انكم تقطعوها قطع صغيره باش تذوب معكم دغيا. انا هنا خليتها كما هي
لان ديجا كان عندي جو سخون، فما احتاجتش ما كاين علاش نعاود لها السخونيه. غنخليها تذوب غير في داك الحراره، الا ما دادش لكم ممكن تردوها في باب مغلي. بعد ما حصلت على خليط بحال هكا غنخليه حتى يبرد وتحيد منه السخونيه، وعاد غادي ندوز ونطلعو بالباتور. هنا غنمونطي الكناش ديالي من بعد ما برد تماما، حتى نحصل على كناش اللي كيكون متماسك وكيبيض مزيان بحال هكا. غنوضعو في لابوشا دوي وغنحتفظ به كذلك جانبا. عندي هنا لو مولي كيك ديالي واجد، الكناش موجود، لا كريم موجوده. غنسقي بالحليب، وبالنسبه للو كروكون غادي نستعمل شويه ديال اللوز وشويه ديال الكركاع. اول حاجه غادي نسقي لو مولي كيك. انا صورت معكم غير طبقه واحده، لان نفس الطريقه كنستعملوها في الطبقتين كلتاهما. غادي نثقبها بعود شواء، ثم غادي ندوز ونرجع نسقيها المره الثانيه. كندير هاد الطريقه باش المولي كيك كيتشرب مزيان هاد الحليب. هنا الحليب انا درتو عادي، ماشي دافي اولا سخون. بالنسبه للكريم كنوضعها بطريقه حلزونيه بلا ما نوصل الجوانب، وكنحاول نساوي لها السطح ديالها. كنوضع كميه لا باس بها، لان مازال غادي نضيف كميه اخرى. كنوضع اللوز، وكنوضع كذلك الكركاع، وكندير طبقه اخرى ديال لاكريم. وكنحاول نساويها حتى كنغطي داك لو كروكون كامل ديالي. كنجيب الطبقه الاخيره. الا كانت الطبقه الثانيه راه فكنسقيوها مزيان، اما الا كانت الطبقه الفوقانيه فكنسقيوها غير واحد شويه. وغندوز نثقبها ثاني بعود شواء، وندوز نسقيها المره الثانيه. دائما كنخليو الجوانب خاويه، لان مازال غنوضعوا فيها الكناش. كنقلبها على طاق بحال هكا، وهو لو كيك ديالي واجد. بنفس الطريقه غادي نستعمل الكيكه الاصغر. كنجيب الكناش، الا كان جمد معكم فوضعوه في ميكرو اوند لمده ديال 3 ثواني وكتزولوه. كنحاول البلاصه اللي خليتها خاويه كنعمرها بالكناش، يعني جوج طبقات. كنساويهم وكنحيد الزوائد كذلك. الا بانت لي شي بلاصه مازال خاويه كندوز ونرجع نعمرها مره اخرى. هذا هو الشكل ديال الكيك ديزاين ديالي من التحت، يعني مع الجوانب كيف كيكون. عاد كندوز دابا كندير الكناش اول حاجه من الفوق، كنبدا كنساوي بلا سباتول ديالي. ندوز كذلك ندير الكناش مع الجوانب، وكذلك مع السطح، مع الجوانب ديال السطح. كنحاول نغلفها كامله، عاد كندوز وكنقادها. الطريقه باش كنقادو الكناش انه كنجيب الماء يكون غليان، كنغليه مزيان، كنوضع فيه لاسباتول، وكنجيب زيف اللي كيكون نقي او المنديل، وكنمسح فيه داك الماء الزائد، وكنبدا كنليسي. كيتليسى معايا بسهوله لان لاسباتول كتكون سخونه بزاف، فبديك الحراره ديال الماء
كيتساعدني انني نليسيها مزيان ونحصل على الشكل اللي بغيت. نفس الطريقه غادي نليسي مع الجوانب وغنحتفظ بها في الثلاجه. كناخد عجينه السكر البيضاء كيكون كتكون كبيره والورديه كتكون شويه متوسطه والصفراء كنديرها تكون قليله، يعني دائما الكميه اللي بغيتها تغلب هي اللي كندير كنكثر منها. كنحاول نلويها عليها بهذه الطريقه بحال شكل اللوايه. ثم كندوز ونحاول نطويها بحال هكا. كنزير عليها واحد شويه وكنصنع منها بحال بودان اللي كنحاول انني ندي ونجيب فيه باش يتقاد معايا، وكل مره كنلوي بحال اللي كنعصر العجينه. وكنرجع كذلك نرجع نطويها على جوج وكنرجع كذلك نصنع منها كوم ان بودان، يعني بحال واحد القضيب. ثم كندوز وكنرجع ثاني كنلويه على راسو بحال اللي كنعصر، كنطويه وهكذا حتى كنحصل على الشكل المرغوب فيه. كنجيب مايزينا اولا نشا وكنطلق عليه هاد العجين حتى نحصل على السمك اللي كيكون مناسب، ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف. كنلويه على المدلك ديالي وكنجيب لا طارت ديالي الكيك من بعد ما نشف داك لو غاناش وكنحطو عليها بهذه الطريقه. كنليسي اول حاجه كنبداو بها دائما هي السطح، كنليسيه مزيان حتى كتلصق عليه. ثم كنبدا كناخذ الجوانب وكنحاول نتكي عليهم بيدي واحد شويه باش هكا كياخذوا لا فورم. هنا بالنسبه للطريقه كيفاش كنديروا الليسيو، يعني في كل مره كنجبد العجين وكنخدم بيدي دائما عاد كندوز الاداه. كل مره كنجبد العجين عندي وكنلصقو. هنا اول حاجه باش تساعدني كنبدا كنقطع، ولكن كنخلي تقريبا 2 سنتيم اولا سنتيم كافي يكون كبير اللي غادي نخليه على العجين عاد غنقطع، يعني ما نقطعش حدو قدو. من بعد ما زولت الزوائد اللي عندي كندوز دابا بالاداه كنصايب. هنا بالنسبه ملي كيكون الجو بارد فالعجين ما كيلصقش على الكناش بسهوله، لذلك ممكن تستعنوا بشيته وبشويه د الماء. صافي، بالنسبه هنا انا استعملت الشيته في الاخير للحواف وصايبت بها ليسيت بها. بالنسبه من بعد ما كان سالي كتلصق العجين مزيان وكنقادها، كنحاول نحيد على الطرف نيشان ونحاول نساويها ونرجع كذلك نرجع ليسيها المره الاخيره. صافي، هنا من بعد ما ساليت نفس الطريقه غندير الكيكه الصغيره. باش غادي نثبت الكيكه طبقه ثانيه دائما كنجيب اعواد اللي كنقطعهم بنفس الطول ديال لا طارت، ما يكونوش كبار طوالين عليها وما يكونوش قصارين. فكنجيب الاعمده كنوضع اول في الوسط وربعة مع الجوانب، كنحاول نسكي عليهم مزيان حتى ما يبقاوش يبانوا بحال هكا. كنجيب الكناش اللي كان عندي شاطليه من قبل كيشيط غير واحد شويه كنوضعو في هاد الحفر هادو باش كنغطيهم بحال هكا. كنجيب الطبقه الثانيه كنقلبها على يدي وكنوضعها في الوسط اللي وضعت فيه دوك الاعمده. الكيك ديزاين ديالي بدا كيبان وبدا كيبان الشكل النهائي ديالو. دابا كندوز بطريقه جد سهله وبسيطه، كنصنع بعجينه السكر نيت هاد
هاد السلسلات اللي كنخدمهم بالسيليكون بالسيليكون اللي بغيتو، وكنلصقهم من بعد ما كناخذ العبار كنلصقهم غير بالشيتا بشويه ديال الماء، نحاول ما نكثرش. وبنفس الطريقه الطبقه الاولى يعني السفلى حتى هي حتى كنسالي لا كونتيتي ديالتي كامله او السلسله على هاد لا طاقت كامله. دابا ندوزو للتزيين. للتزيين فقط هاد الوريضات كيتباعوا يعني فيهم الاعمده ديالتهم، كنقطعهم وكنحاول نصايبهم بالشكل اللي بغيت. طريقه التزيين دائما كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. كذلك دوك الوريضات الصغارين اللي ما عندهمش الاعمده كندير لهم الاعمده النيت وكنحاول نقادهم بهذه الطريقه. هنا بالنسبه للعقيق الطريقه باش كنصايبو انني فقط كنوضع نقيطات صغارين بالشيته وكنلصقهم كنسكي عليهم. الطريقه ديال التلميح فقط كنجيب نكهه الحامض مع لابودغ دوغي، كنوضعهم في واحد الطبيسيل صغير وكنخلطهم مزيان حتى كينسجموا. كنجيب الشيته وكنبدا كندوز دائما على نفس الخطوط، ماشي كنوضعهم بطريقه عشوائيه وانما بنفس الخطوط اللي كيكونوا عندي بالاصفر او لا باي لون بغيتو على حسب الالوان اللي استعملتو. كنحاول ندير خطوط رافعه. انا افضل شخصيا يكون الخطوط رقيقه، لكن دائما كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد شنو بغا. وبنفس الطريقه غادي نبدا كنساليهم كاملين كاع دوك الخطوط. بالنسبه من الاحسن انه نحاولوا ما نكثروش، لكن الطلبيه تحترم على حسب الزبون كيفاش بغاها. بنفس الطريقه غندير الطبقه العليا وحتى نسالي لو كيك ديزاين ديالنا كامل. بالنسبه للطريقه سهله وبسيطه، حضرنا من ألد واروع لي كيك اللي ممكن تذوقوهم. فعلا كيجي مذاق جد هائل بهالطريقه هذه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وطريقه تكون جد مبسطه لكم وتكونوا بيكون كل شيء مفهوم وواضح. الكيك ديزاين ديالنا هو هذا من بعد ما سليناه. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعليق ديالكم كذلك، وكذلك بالاشتراك ديالكم في القناه الا كانت اول مره كتزوروها. الى اللقاء في ملتقى اخر ان شاء الله وبوصفات اخرين ان شاء الله.